كانت عندنا ضجه في الدورات الاولى ديال الممتلكات بين عشيه وضحاها خفت تحت الضجه. انا اسائلكم سيد الرئيس واخوان المكتب مصير الدعوات اللي دارت سواء مع النادي البلدي سواء مع الصقاله، ودابا راك كنشوف النقاط اللي معطومه تحلات بلا لجنه تتبع بلا لجنه العماله بلا لجنه نرجعوا لها مده الممتلكات. سيد الرئيس هكا صاحبي بنت كتسمح لنا الاسئله ضروري نطرحها معك سيد الرئيس ضروري نطرحها معك. لا لا تسمح لي سيد الرئيس انا في غدار جلسه حنا خصنا اجوبه من جديد. كزائر بنت نظمت مهرجان الموسيقى نظمت مهرجان جاز والعام كتنظم كتهيئ مهرجان الدار البيضاء الكبرى فينا هو المجلس في هادشي؟ حتى اعضاء المكتب ما كيوصلوش الدعوات ديال هاد اللقاءات المفروض نتوصلوا بهم. خامسا سيد الرئيس وهذا سؤال اساسي اسمحوا لي نطرحه معنا السي حدادي عضو مجلس المدينه انسان مسؤول دار تصريح مسؤول عطى تصريح كيقول بان كاين خروقات كبيره في مجلس المدينه وكاينه شركات وكاينه لجان سمحوا لي حتى انت تدخل جاوبوا لا كاين المفروض جاوبوا عليها لان احنا كلنا مسؤولين عليها وعلى الراي العام خاصنا جواب على هاد النقطه. قال بان كاين مكاتب دراسات وقال بان كاين شركات عائليه كتحارب خاصنا اجوب على هاد النقطه. لا للمزايدات السياسيه على هذا الارض، لا للمزايدات السياسيه معنا في هذه المدينه الضربه. عندما اتكلم بصوت مرتفع اتكلم داخل المقر مع المناضلين، لا علاقه لحزب اخر يدخل في هذا الموضوع، لاني لم اشير الى اعضاء في فرق اخرى. اذا لا علاقه انا اتكلم وتكلمت وما سميتش انا انبه مدينه سيد العمده على عدم عمده نقول لها انني عمده اولا انتمي لنفس الحزب، ثانيا اعيش مع فترات لبنات، ثالثا اقولها بصوت مرتفع لا للمزايدات علينا. اليوم التجمع قوي ولكن تنقول اننا سنكون اقوى باننا نحضر راسنا في هذه المهمه، ولكن داخلي ما علاقه حزب اخر. شكرا لكم.